مرحبا بكم مشاهدنا الكرام في عدد جديد من حصتكم المفضلة لجمال. كما عودناكم في الحصة تاعنا نقدم لكم أطباق مع تحليات سهام. واش راكي لاباس؟ والله الحمد لله. وانتي كمليحة؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله يا ربي. مرحبا بكم مشاهدنا الكرام في حصتكم المفضلة لجمال. اليوم جبنا لكم أطباق يعني حساء الفطر بالبصل والدجاج، وجبنا لهم فاطمة الملاوي يعني عجينة تاع المسمن. ان شاء الله حنديرها لهم بطريقه بالزيتون الاخضر والزيتون الكحل والزعتر. ان شاء الله دوك يشوفوا الطريقه. نروحوا لفاطمه للمقادير واش عندنا في الحساء ديالنا. عندي هنايا نص در دجاج، يقدروا يديروا يعني على حسب افراد العائله كيما كل مره نقول لهم، بصح نص در راح يطلق البنة وراح كيفتوه تجيهم كونتيتي. يعني عندي هنايا شرائح تاع البصل. الحساء تاعي تاع اليوم ماشي حنسكرفج فيه البصل، راح نديروا هكا شرائح لانه حنكرملوا قبل ما نمرق فاطمه. عندي هنايا الفطر، ونوعيه الفطر لازم تكون نوعيه جيده. هنا فاطمه ما عنديش تاع لي بواط، هنا عندي هذاك يعني عندي هنايا مغرفه تاع الزبده، عندي الزعتره معدنوس للتزيين، عندي ثاني القارص، هنا عندي كريم فريش باش في الاخير كامل فاطمه كي نمرق وطيب لي الدجاج تاعي والشامبينيون والبصل نضيف هذيك الكريمه من الفوق. بالنسبه للملاوي عندنا الفارينه، عندي خميره الخبز مغرفه، عندي ملح ونطموها بالماء ومن بعد نشوف معنا الطريقه. بيان سور يا خا يا فاطمه نديروه بالفرينه والسميد. لا نديروه بالسميد، ما نديروش بالفرينه. وعندي فاطمه هنايا الزيتون هذا فاطمه كنت رحيته مع الزعتر، زيتون اخضر وزيتون كحل والزعتر. كيما نعرفوا الزعتر مليح بزاف ومفيد للصحه، تسمى نغتنموا الفرصه من الزيتون كي تجينا وصفه كيما هذه يا فاطمه دو بريفيرونس ما نعطيوهاش كامل باسكو الزعتر مفيد والدراري حيحبوا هذه الوصفه ثاني. ان شاء الله سيها. ان شاء الله نروحوا لطريقه التحضير. وعندنا العجين اليوم، اليوم عندنا العجين. انا حنتبرع اليوم حنعجن انايا. شوفوا كش قالتها، قالتها شغل زعما تبرع ماشي باش ما يقولوش مشاهدنا الكرام باللي فاطمه ما تعرفش تعجن. ما تعجنش معنا. نروح ندير الحساء ديالي. في التوابل عندي غير فلفل الكحل والملح بيان سور مع الزبده والزيت. انا راح نضيف الدجاج والبصل، نجيب مغرفه نجيبو سهام نديرو العجين هنا، حنديرو السميد. فاطمه راني مخلوعه وراني مخلوعه فيك، حتعجنيني اليوم لازم. على بالي تعجني بصح ماشي ما فتعجني كي يكونوا في الحصه. اسمعي ندير لك السميد والفرينه ولا غير السميد؟ لا ندير غير السميد يا فاطمه. السميد ومغرفه خميره هذا ما كان. هنا ندير الزبده، ندير مغرفه كبيره. كيما نعرفوا الحساء، الحساء تاعنا باش يجي بنين لازم نديروا له الزبده. سهام انا نبدل هذا، نجيب واحد كبير خير جفنه بس انا نجيب. والله الله 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 كما قلتي العجاجن في الجفنه يحبوا الجفنه حاجه كبيره. يعني هنا درت مغرفه كبيره تاع الزبده، نزيد ندير الزيت هكذا. ما نديرش الفرينه هنا ولا لا؟ لا ما نديروش الفارينة، مسمحيو تقولي الفارينة الفارينة. هنايا نضيف البصل. فاطمة حبيتي تبدلي كاع الوصفة، هاكي تشوفي حبيتي ديري الفارينة. هنا نضيف مازال باش ندير الدجاج نكرمل قبل البصل. نكرمل البصل تاعي تخي بيان، عندك شرائح البصل نكرملهم بيان. ومن بعد نزيد ندير دي شامبينيون تاعي. وكما قلت فاطمه في التوابل عندي غير الملح وفلفل الكحل هذا ما كان. صح ندير هنا كميه تاع الملح فاطمه. عطيني التوابل تاعي شي سهام. طمها ما دافي ولا ما عادي ولا ايه؟ هذا كاين ما دافي ديري ما دافي، ولا ما كاش ديري عادي ما كاش كاع مشكل. ما دافي خليه لي نمرق به يا طفله. يعني خليه ديري ما عادي ما عندناش مشكل. صح في العجين فاطمه بيان سو صح لازم يتعجن ملاح. صح نرجع التوابل. سهام ديري ريتهم نضيفوا الماء بشويه سي بون هكذا. فاطمه هذا الحساء الدجاج بالشامبينيون اللي حنديروه حنايا مانيش رايحين نرحيوه،
هكذا فاطمه نخليوها نكرملوا البصل تاعنا ونزيدوا نحطوا الدجاج ولي شامبينيون نزيدوا يتقلاو تري بيان مع البصل. وعلى بالي بلي راح يعجبهم كي يكونوا ياكلوا في هذاك البصل المكرمل وهذيك الشامبينيون. هاد لاسوب ماشي حنا نرحيوها كامل وتجي بزاف بنينه اللي محبين الشامبينيون والبصل. حتى انا من فمي فاطمه هكذا لازم نطمو مليح العجينة تاعنا ما نخلو والو في الجفنة. ندير شوية زيت على فاطمة ونغطي الدجاج حتى يتكرمل البصل ونضيف لي شامبينيون ونحط الدجاج. دوكا نجي نشوف فاطمة نزيد لها شوية ماء مليحة هكذا. هذا نعجنوه مليح بعد نزيدو نديرو بيدنا هكذا ونشربوه بالماء. بصح حنايا فاطمة لازم نكونوا محضرين معنا عجينه من قبل لانه العجينه تاع المسمن ولا تاع المحاجب هاد لازم ترتاح كامل لازم يرتاحوا باش كي يكونوا يحلوا في العجينه تاعهم راح تساعدهم. صح سيها هكا نزيدو نعجنوا ونضيفوا الماء بشويه ونديروا الملح. درت الملح انا مع الاول هي صح نورمالمون كي نشربوه. خلاص سيها مزتيلي بزاف مي معليش دوك ندخل كامل فاطمه. حنا قبل ما نتلاقاو مع مشاهدنا الكرام كنا عجننا العجينه تاعنا وقرصناها وخليناها ترتاح. صح سيها كيما قلتي لازم ترتاح العجينه. هكذا ندخل كامل هذاك الماء في العجين شغل راني نشرب فيه. هكذا هاد الطريقه نديروها بعد ما نعجنوه مليح حتى يبيض السميد تاعنا العجينه تولي بيضاء. هكذا هنا ضفت لي شامبينيون تاعي نزيد نقليهم نقليهم مليح مع البصل. هكذا دخلنا كامل هذاك الماء في العجين نحسوا العجينه تاعنا بدات تطرى. هكذا كيما قلت فاطمه كنت حطيت البصل حطيت دوكا الشامبينيون درت مغرفه زبده كبيره درت الزيت درت الملح ودرت فلفل الكحل. زيد نخليهم يتكرملوا تري بيان. خلاص يا دوكا حنا عندنا عجينه واحده اخرى هكذا ونخلوها ترتاح. كيما قلنا احنا عندنا عجينه واحده اخرى. هذه هي العجينه تاعنا فاطمه اللي كنا عجناها تري بيان كيما كنتي ديري انتيا. ومن بعداتك فاطمه قرصناها ودرنا الزيت في البلاطو تاعنا باش ما تلصقش العجينه وزدنا درنا الزيت من الفوق وراهي ارتاحت. يعني لازم نعطي لها وقتها باش كي تكوني تحلي في العجينه تاعك راح تتحل معاك. ها وليك البصل ولي الشامبينيون والزعتر لازم نقليوهم تري بيان. دوكا نجيب لك فاش تحطي. دوكا انا واش ندير نحط الدجاج تاعي فاطمه. تحطي الزبده والزيت هكذا. نحط الزبده والزيت دوك نديرهم بيدي. تجيب لك تحطي السميد هكذا تعرفي هاد الحساء شحال بنين يا فاطمه بزاف بنين. صح قلت لك اللي محبين الشامبينيون والبصل هكذا سيها ندير لك الزيت. اه وهاد الزبده تكون درجه حراره الغرفه معناتها ماشي من الفريجيدار يجبدوها تكون شويه دايبه. علاش وما ندوبوهاش في الفرن فاطمه نحطوها هنا نخدموها شويه بيدينا ونحلو ان شاء الله العجينه تاعنا. وانا سيها من جهه لو كانت تشعلي لنا الفرن الزبده خلطها لك مع الزيت ولا تخليها لتماك؟ لا لا خلطيها لي مع الزيت. داكوغ هنا بعد ما تقلى الدجاج تاعي ولي شامبينيون والبصل شوفوا كيفاش تبدل اللون تاع البصل يعني تكرمل كامل البصل تاعنا ولا بني. دوك انا في هذه المرحله فاطمه نمرق. دوك نمرق ونخلي الدجاج تاعي يطيب. بسم الله هكذا وهذوما نخلوهم للتزيين.
نشعلك على الطاجين. باش يسخن الطاجين. كملنا بهم. غطي لي برك الطاجين تاعي شي. هنا عندنا سميد رطب، هنا عندي الزيت. دوك انا فاطمه حنستعمل يدي. شوفي كيفاش نديرو هاد الزيت، نديرو لها هكذا. شتي كيفاش نديرو لها؟ تقعدي بنت مخير. نقعد منها نحل، ندهن كامل. فاطمه درتي الطاجين سخون؟ درت. شوفي كي ارتاحت العجينه تاعنا، نحلو بهذه الطريقه. زيدو نقلبوها تاني هكذا قدامك. هكذا نسبقو في ليكوتي فاطمة. شوفي العجينة تاعنا كي ترتاح. وهاي ليك. لازم يكون لسباس كبير فاطمة باش نقدروا نحلو بالطبيعة العجين تاعنا. وتختوخة لازم الكوزينة تكون وحدك. لسباس كبير باش تحلي بالطبع. راني نحاول كيفاش نحل فاطمة. راني دنيت نروح من الكوزينة. لا لا من بعد نعاود نولي كي تكملي لهم الوصفة نعاود نولي. دوك انا هنا واش ندير فاطمه؟ ندير هكذا الزبده، نحط هكذا، ومن بعد فاطمه نديرو السميد والزيتون. مازال دوك تشوفي كيفاش ندير. ندير هكذا، نطويها فاطمه. هاد الوصفه كيما نقولوا تنجح على حسب نوعيه السميد فاطمه. السميد يلعب دور كبير. حنا عندنا سميد نوعيه جيده. يعني كيفاش فاطمه قولي لي؟ قلت لك السميد اللي استعملناه هنا نوعيه جيده. نوعيه جيده عندك الحق. ديروا كامل الزيتون هذاك اللي درناه مع الزعتر. نعاود نطمها هكذا فاطمه. هكذا نعاود نقلبها ونضغط بهذه الطريقه. دير الزبده في يدي فاطمه ونديرها هكذا. راكي تشوفي؟ راني نشوف. ومن بعد فاطمه هنايا نديروها من التحت وتخليها هي نورمالمون كي نديرو هاد المرحله نخلوها ترتاح. يرتاحوا لازم حطيها قبل ما نديرو وحده اخرى. تزيدي عاودينا وحده اخرى. عجبني الحاج باينة حنكملوهم كامل. اسمعي نحاجي معاك وانت كي وانا مع العجاج. مع العجاج الله الله. قبل الطاجين ديروا هاد الطريقة كيما هاد الحاسة سيهم. نقدروا ما نديروش الدجاج، نديروا واش حبيتي زعما بلاصتو تابل الدجاج ولا مكعبات الدجاج نعوضوها. ايه معناتها اذا ما كانش عندهم عادي. عادي هي ما نسحقوش يعني كمية كبيرة. نص درجات يقدروا يديروا بها قدرة تاع لاسوب تاع الدجاج. قلت لك فاطمه لازم لي راني نشوف. راني ندنا غير بشويه بسم الله نحاول كيفاش. صح دالي الكوتي نديرو كيما درنا من قبل فاطمه هكذا. نرشو بالسميد ونغلقو الطويه الاولى ونديرو كامل الزيتون والزعتر. كي تشمي الريحه فاطمه؟ ريحه الزعتر تخلط. اللي ما عندوش الزعتر يحب يدير الزعتر يدير، بصح ما كاش كيما الزعتر فاطمه. صح هكذا. يقدروا في بلاصه زيت يقدروا يستعملوا زيت الزيتون. شتي الزعتر نطيبو فاطمه؟ شتي الزعتر نطيبو بها لي سوب نطيبو. بصح الزعتر يقول لك مليح لاكغيب، مليح ديريه تيزانه. لازم توجور يدنا في الزيت هاكي تسني فيهم باش تاكلي. هادي الاخرانيه توجور نحطوها من تحت
هكذا. وفي هذه المرحله فاطمه هما كيكونوا عندهم الوقت لازم يخلوها ترتاح. شوفوا كيفاش تجي، لازم تجي هكذا عادية، وكي نطويوهم كامل على مرة هكذا نغطيوهم ونخليهم يرتاحوا قبل ما نبداو نطيبو. بصح فاطمة كيما كل مرة حنايا لازم نطيبوهم، نسيو نحل نرققوهم مليح. فاطمة دوكا كان نبسطها هكذا تحطيها في الطاجين، ونزيد نجيب لوخا تكون ارتاحت شوية باش نزيد نطيبها ياك. نعم هاكي هاد العجين على بالك لازم على بالها نحطوها هكذا في الطاجين ونزيدو نحلو شويه. جاتك شتي كيفاش جات؟ جات ما شاء الله، عجبتك؟ تغيير هذا ثاني انا نحب العجاجن. شتي كي ترتاح تحلت تعاونك في الخدمه صح. هكذا شوفوا الحساء تاعنا، نزيد نحط وقينا نزيد وحده بيسكرا كي طيبي في الحساء. ها نزيد وحده فاطمه كيما تحبي. صحه قالت لي كيما تحبي هي، ما نعرفوني حبه تروح الوقت ولا عندك. لا باش ندير التحليه لمشاهدنا الكرام تدي لي كامل الوقت. نسيت التحلية دوك نور لهم وحدة برك و لا سوب غلات فاطمة هاي بكتغلي. هادي سيام كيما قلتي لهم ما نرحوهاش، نخلوها هكا، نخلو كل شيء هكداك في الآخر، نزيدو لها غير الشمع دنوس ونزيدو لها كاس تاع لاكريمة هادا ما كان وعصرة قارص هادا ما كان. فاطمة كي نديرو حاجة تاع الطاجين توجور نتفكرو العادات تاعنا والتقاليد ديالنا. صح صح، هاي الكسره ها المطلوع المسمن المحاجب والله الخفاف البغرير هادو كاع نسيتيهم. لا ما نسيتهمش، انت ما تهضريش فاطمه هاني فكرتك. هنا ندير الزبده وندير السميد وندير دوكاتك الزيتون والزعتر. اللي يحب فاطمه يدير زيت الزيتون يدير زيت الزيتونه، اللي يحب يحلهم بزيت الزيتون ويحب ذوق تاع زيت الزيتون يديرها. هنا بدات تطيب معنا السهام، انا قلبتها وحسيتها هي تتنفخ. هي تنفخ بقى. لازم يتحمروا مليح بيان سو. هنا نقلبوها بهذه الطريقه فاطمه ونحط هذه من تحت. خليها ترتاح شويه باش نقدر نبسطها. وعادي فاطمه اذا خرج لهم الزيتون من العجينه هذا هو يعني لنا حابينه. صح لازم يكثروا شويه باش يبان واش فيهم لداخل. صح ما يجوش فارغين وحيزيد معناتها في الجمال ديالهم فاطمه كيكون هكا الزعتر والزيتون. صح. نزيدو كي نجيبوها للطاجين نديرو لها هكا شويه بيدينا ما نخلوهاش هكذاك. صح دوكا فاطمه بيان سو حنا نكملو واش مازال لنا. والحساء كيما كنا قلنا درت البصل ودرت شامبينيون ودرت الدجاج ومرقت، دوك نخليه يطيب كامل الشامبينيون تاعي والبصل ومن بعد نفتت الدجاج ونضيف الكريمه الطازجه. واش نقول لهم فاطمه مشاهدنا الكرام؟ سهام حنا نقول لهم نروحوا نكملوا كامل الملاوي تاعنا اللي دارته لنا سهام بالزيتون والزعتر، نكملوا كامل واش قاعد لنا ان شاء الله نعاودوا نولوا لكم في التحليه. ما تبدلوش القناه استناونا. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام كيما العاده باش نحليو معكم. والتحليه تاع اليوم خيرت لكم اون تارت بكريم باتيسير وجينواز، وان شاء الله تشوفوا طريقه التحضير معايا
وقبل طريقة التحضير نروح لكم للمقادير. هنا سهام جبت كريمة كريم باتيسير، كريمة الحلواني كنت وجدتها كما دايما نقول لكم نص ريت الحليب مع 3 حبات بيض، 150 غرام سكر، 150 غرام مايزينا، ولا حبيتوها ثقيله زيدوا 75 غرام مايزينا. هنا سهام انا احتجتها خفيفه، درت 50 غرام مايزينا ولافاني، ونقعدوا نحركوا فوق النار حتى تتقل لنا. عندي هنا سهام ياغوت دوق فاني. فاطمة كريم باتيسير كاين كيما تيقولي لهم ميزان، كاين اللي يستعمل المغارف كيما انا كي نديرها ندير نص ريت الحليب وندير زوج حبات بيض، مع كل واحد كيفاش يدير كريم باتيسير، وندير ثاني زوج ثلاث مغارف مايزينا كي نحبها ثقيله نكملهم مقادير، وزوج مغارف كي نحبها شويه خفيفه. نعم. وندير ربع مغارف سكر ولا ثلاثه، تسمى كل واحد كيفاش يدير كريم باتيسير تاعو. عندك الحق. ونضيف لها مغرفه زبده في الاخير. هنا عندي لافاني، عندي هنا مانغارين، سكر غلاس، لا جولي، سكر. هنا عندي رقائق اللوز كنت حمصتهم، عندي هنا الفواكه حسب الرغبه، جبت اناناس كيوي فراوله شويه شويه يقدروا يديروا تزيين. عندي بودره شونتيي وعندي البيض وفرينا. هنا شربات، وهنا الشربات حكينا كنا درنا كاس سكر، زوج كيسان ماء، خلينا مع شرائح تاع الليمون فاطمه توجور، خليناها تغلي حتى مر ما كي تغلي ربع ساعه، مر ما تغلي باش نطفيو عليها. صح. هنا نفصل الصفار عن البياض باش نطلع البلون وحده. في هاد لاجينواز مانيش راح نطلع البيض كامل كيما راكي تشوفي سهام هكذا، اسمحي لي ما لازمش نسيو كيفاش باش ما يطيحناش الصفار. نعطيك مغير فاطمه. ها ما اختبو صبو صبو بس هيني أرضى هكذا. درتي ربعة نزيد سهام السكر، تم غرفة هذا خلاص سيبا خليها الشربات. هكذا ونطلع البياض تاعي. هكذا السهام صحيتي سلمك. حبيتي تدخلي ترشي هكذا خلاص ديتي لي صفار تاع البيض وانا نسحقو هنا ما عندي وين ديتو مازالو هنا يضرب. معليش هنا نطلعوا البياض ومن بعد انا حطيت السكر مع الاول، انتم طلعوا البياض وبداو تضيفوا السكر بالتدريج شغل لامغان انا عاد ونبداو نضربوا البيض تاعنا. دوكا سهام حطي لي صفار بالحبه واحد الحبه زيد السهام قولي واش نزيد لك هنا انا نحبس نتحصلوا على هذا القوام وعليك مور ما ضربته تري بيان بالباتور. سهام انا في 8 حبات بيض نستعمل 280 غرام سكر فهمتيني انا هنا سما درت 4 حبات استعملت 140 غرام. دوكا سهام جيبي لي الفرينه باش نزيد الفرينه هكذا ونحطوها. واش حبيتي نغرفها هذيك مغرفه ياك وراه ها هي على بالي شنو كتحوسي انا نحوس عليها. درنا بها السكر 140 غرام تما ندير لك زوج مغارف 50 400
هاي صحيتي دوك سيام مشي هكذاك جيبي تشوفين حبه ما لقيتي ما تستعملوش الصفايه صحيتي ديري واش حبيتي نحبها هكذا نجيب لك باش تحركي اه مساءه هاكي صحيتي سلمك هكذا سيهام تعشي سيهام جيب لي البلاطو تاع الفوغ ايه نحطها هادي نردها لبلاصتها هكذا هادي سيام حنا كنا وجدنا وحده ديجا دوكا تحطيها هادي هكذا هكذا تري بيان هادي تجي شويه خشينه فاطمه بارابور دوك تزيد تنفخ في الفور بيان سور بيان سور مسحي لي سيام كامل هكذا صحيتي سمك هذا كملنا به دوكا نطلع كريمه الزبده عندي هنا فاطمه نورمالمون الجينواز قبل ما نديرو توجور نديرو نقطه هنايا باش يشد لنا ونديرو نقطه هنا باش يشد لنا البابي كويسون تاعنا توجور في كريمه الزبده سيهام دائما نقول لهم السكر اكثر من الزبده نطلعوها دوكا فاطمه هادي ما تسحقش يعني نشعلوا الفرن تاعنا من قبل دوكا غنحطوها ونشعلوا الفرن تاعنا نخلوها 180 نقلبوها على 180 درجه السهام ضفي لي هنا مغرفه ياغورت ناتشو ذوق فاني هذا ماشي ياغورت ناتشو فاطمه ذوق فاني هكذا طلعت معانا وحنا بيان سور فاطمه بعد ما طابت الجينواز تاعنا كيما قلت حطيتها على درجه حراره 180 نخليوها 15 دقيقه حتى 20 دقيقه وطيب الجينواز تاعنا هايليك بعد ما طابت بيان سور كانت طبعتها بالطابع عادي اي شكل تقدروا تستعملوه وهنا سيام كريمه الزبده كنا طيبناها كنا جهزناها من قبل فاطمه ولي درناها في الفوغ راهي طيب دوكا سيام نطلع لا كريم باتيسير مع بودرة الشانتيي خلاص دوكا فاطمه دوكا حنا ما نطولوش على مشاهدنا الكرام فاطمه لازم دوكا نديرو الكيكه تاعنا فاطمه لازم لها حصه وحدها تاع تاع الباتيسري وتاع التحليات ماشي صاحب الضحك عطيني سيام بانسو تاع عيشي بانسو اسمها سيرسو انا حاب نجيب سيرسو لا لا سيرسو هكذا نشربو فاطمه حنا عطينا لهم كامل ليزاستيوس عطينا لهم كامل التدابير عفوا باش تنجح لهم الوصفه تاعهم من اول تجربه ان شاء الله صح فيها هكذا دوك هنايا انا نشربوا في الجينواز تاعنا ومن بعد نديرو بلا ما نديرو السيرسو تسمى ديريكت تحطيها نورمال اللي ما عندوش سيرسو نوريهم ثاني الطريقه كيفاش صح هكذا ونزيدو نغطيو بالحبه فاطمه طريقه سهله ثاني حتى للمبتدئات يقدروا يديروها هذا واش حبيت نقول لك هي الصح كيحطوها في الكونجيلاتور سيهم لازم ولازم يشربوها مليحه هكذا ويحبوا يديروا الفواكه هنا في الوسط
لا راح نزيد فاطمه يقدروا يديروا السيرسو كيما يقدروا ما يديروش باسكو هذه حتتغلف كامل. نعم دوك السهام هكذا لازم نحطوها هكا باش تخرج لهم كامل الكريمه في الكوتي. عطيني السهام تاعي شي نمسح وانا تاني. هذه فاطمه دارتها صغيره انا اللي شتها من قبل كبيره فاطمه. درت لهم وحده كبيره. درتي وحده كبيره على بالي. دوك السهام حنا باش ما نخلوش مشاهدنا الكرام يستناو كنت وجدت وحده. هذه هي السهام بعد ما باتت ليله كامل في الثلاجه في الكونجيلاتور لازم نديروها باش هكا تساعدنا في الخدمه. أهم غير واش حبيتي؟ خلاص انا جبت دوك نغلفوها كامل بكريمه الزبده اللي كنتي درتيها فاطمه. درتي شي بابي نمسحي لك هاكي والتزيين كيما كل مره نخلوه لهم وفجاه باش يشوف في الطابله ان شاء الله. ان شاء الله سيهم نستنى ما تتسرعيش. هكذا نغطيوها كامل بكريمه الزبده. ها دوك حنا نغطيو كامل الكيكه تاعنا فاطمه بكريمه الزبده. عطيني سهام رقاق ونحطو رقاق اللوزي فيلي. ما حبتش حبيت نديرها معكم. انا حبيت نخليها مفاجاه فاطمه ونشوفوها. لازم نوريو المشاهدين الكرام هذه هكذا فاطمه خلوها مفاجاه للجمهور. لا لا ما تتسرعيش هكذا نوريو لهم الطريقه كيفاش. تعشي سهام عطيني موس موس هكذا حيتي. لازم نمشو كامل هذيك الزبده كيما كي تشوفي. معليش نوري لهم كيفاش راح نغلفها ومن بعد نكملوها سهام كيما قلتي. هكا نغلفوها كامل باللوزي فيلي اللي كنا حمصناه من قبل كيما راهي دير فاطمه. دوك حنايا نكملو نزينو الكيكه تاعنا وان شاء الله نتلاقاو في طاوله التقديم. وفاطمه شنو نقول لهم؟ قول لهم قعدوا معنا وما تروحوش بعيد. عاودنا رجعنا لكم مشاهدينا الكرام بعد ما كملنا زين الاطباق تاعنا تاع نهار اليوم. كما راكم تشوفوا الطاوله راهي ما شاء الله. سهام واش حضرنا اليوم؟ اليوم درنا حساء الدجاج كما كنت قلت لهم. هاد لاسوب يعني تختلف على لي سوب اللي ما فين نديروهم. فاطمه خلينا كلش مرحينا والو. كنا كرملنا البصل مع لي شامبينيون والدجاج ومن بعد مرقنا. وشوفي كيفاش جا فاطمه. جا ما شاء الله المرقه تاعها جات ما شاء الله. جات ما شاء الله يعطيك الصحه. بيان سور كنا درنا الملاوي وكنت قلت لهم كيفاش يديروا بالزيتون الاخضر والزيتون الكحل والزعتر. كما كنا قلنا فاطمه الزعتر مفيد بزاف للصحه. وهاولي كيفاش جا الشكل ديالو. جا ما شاء الله. وكاينه حاجه فاطمه باش ينجح لهم ويجيهم كيما درناه لازم العجينه تاعهم ترتاح. صح سهام. ولا تخت اللي كنتي درتيها فاطمه؟ بيان سور لاطارت كنا لاطارت كنا درنا لا جينواز ودرت معاهم لا كريم. يعني هذه لاطارت سهام يعني حنا نجيبوا لهم حاجه سهله ماشي بريستيج باش ما يقدروش يديروها. هذه اي واحد يتبع الخطوات يقدر يديرها وما فيهاش بزاف مقادير كما شفتي. وكنا غلفناها برقائق اللوز كما راكي تشوفي سهام جات يعني ما شاء الله. وزدنا لها يعني الفواكه مش كان موجود. التزيين دائما نقولوا الجود بالموجود. الله يبارك وجات طويله ما شاء الله سهام. ان شاء الله يعجبوهم الوصفات تاعنا وسوختو يجربوهم فاطمه ان شاء الله سهام. ودوك سهام حنا ما قعدنا غير نقولوا لمشاهدنا الكرام اللي راحت اي وصفه من وصفتنا ولا ما شافش الحصه تاعنا ما عليه غير يتواصل معنا عبر موقع القناه الظاهر اسفل الشاشه. ان شاء الله نتلاقاو في عدد واحد اخر مع وصفه واحد اخرى. ودوك ما قعد لي انا وسهام غير نقولوا لكم مع السلامه.